السيسي يوجه بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد وجه الرئيس بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى جهود وزارة البترول لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية. وإلى اليوم السابع رئيس الوزراء موجها الشكر لرجال الشرطة.